بسم الله الرحمن الرحيم. من مصنع الرجال وعرين الأبطال، من الكلية الحربية، ومع احتفالات مصر بأعياد النصر أكتوبر 73 التي أعادت للأمة هيبتها وكرامتها، تحتفل القوات المسلحة اليوم بتخريج دفعات جديدة من مقاتلي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، شباب ممتلئ إيمانا وحماسا وعزما، ينضمون اليوم إلى أعرق الجيوش وأقدمها.